تجنبت أحزاب الموالاة التعليق على إقدام الوزير الأول الجزائري على مصافحة العاهل المغربي محمد السادس خلال قمة إفريقيا أوروبا بكوت ديفوار، وراتنا الحديث عما فهم منه مبادرة صلح يتجاوز صلاحياتها. الجزائر أكيد راح تبقى تسعى في التقارب لإذابة الجليد وإلى إعادة العلاقات الجزائرية المغربية إلى حالها الطبيعي. ظهور الوزير الأول أحمد يحيى وهو يتوجه نحو الملك محمد السادس لتحيته أثار سيلا من القراءات والتكهنات، خصوصا بعدما أثارته تصريحات وزير الخارجية الجزائري التي اتهم فيها المغرب صراحة بتبييض أموال الحشيش، ما زاد من اتساع الهوة في العلاقات المضطربة أصلا منذ أكثر من عقدين. أعتقد أن ربما هذا سينسى وسيطول، لأن العلاقات بين البلدان تتجاوز زلة لسان الأشخاص والمسؤولين. وفي ظل الصمت الرسمي ورفضه التعاطي مع نداءات فتح الحدود، ترى بعض الأحزاب والفعاليات الجزائرية أن الوقت حان لتجاوز الخلاف وفتح صفحة جديدة من التعاون. مسألة متعلقة